خمس الحميدية 30 5 2012 مثل ما شايفين. أصوات الانفجارات. حسبنا الله ونعم الوكيل. يعني خلينا نفترض نحن سلفيين، نحن إرهابيين، نحن وهابيين، نحن كل شيء، نحن من القاعدة. بس هاي الناس الآمنة ليش عم تنقصف في بيوتها؟ كمان هذول مسيحيين وهون إسلام. ليش هذول عمال ينقصفوا؟ كمان هذول آمنين، هذول بيوتهم لازم يكونوا آمنين. هلا نزل أربع قذائف هون، نزل قاذف هون، طلعنا أنقذنا هاي العيلة، هاي العيلة هون مسيحية هاي، طلعنا أنقذناها، فوق هذا السطح نزل قاذفين. هاي عيلة أمنة، هاي عوائل أمنة بيوتها، ليش عمالة القصف؟ كمان إرهاب هدول؟